سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في صحه جيده ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معايا غنشارك معكم واحد الفقاس بالشوكولاته. الصراحه كيجي لذيذ بزاف وكيطيب طيبه وحده، يعني رائع بمعنى الكلمه، وكيجي رطب وهشيش. الديكور ديالو البنات بلا ما يحتاج نشرح لكم، يا سلام كيجي هائل. وجدتو بمناسبه ذكرى المولد النبوي، صراحة هكا يعني هاد الحليوة كتكون تقدري توجديها يعني في آخر لحظة، دقيقة 90، يعني ممكن توجديها لوليداتك وتفرحيهم بها. نتمنى تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم، وأنا متأكدة أنها غادي تعجبكم لأنها كتجي هشيشة ورطبة بزاف. البنات كونوا متأكدين أنكم غادي تجربوها وغادي تعاودوا توجدوها لوليداتكم مرة أخرى. كما كتشوفوا البنات راه الديكور ديالها كيجي غزال، زينتها من الفوق بالفيرميسيل واللوز ايفيلي. انتقلوا البنات للمقادير والطريقه التحضير. هنا كما كتشوفوا معايا بالنسبه للمقادير، يعني مقادير بساط، عندي ثلاثه البيضات، وعندي نص كاس ديال المايزينا نشا، كاس ديال زيت المائده، كاس ما عامرش ديال سكر سنيده، واحد جوج معالق تقريبا ديال الكاكاو، عندي قشور حامضة أو قشور برتقالة حسب متوفر، عندي هنايا النكهة ديال القهوة إلا ما توفرتوش عليها يعني ممكن الاستغناء عليها، عندي جوج خمارات، وبالنسبة للطحين يعني على حسب الخليط. هنا في القصرية البنات غادي ندير ثلاثة ديال البيضات، غادي نضيف لهم كأس ديال السكر ديال سنيدة وقبصة ملح. البنات كنعتذر ما ذكرتاش في المقادير، يعني ضرورية باش كنصحوا الذوق، يعني في جميع الحلويات في الكيك اي حاجة ضروري قبصة ملح. غادي نخلط هاد البيض مع سكر سنيدة مزيان حتى تدوب ليا ديك سنيدة تقريبا. هنا غادي نضيف كأس ديال زيت المائدة، يعني هاد الحليوة هادي سهلة تقريبا، انا ما كاملاش ساعة يعني بديت كنقطع فيها، ساليتها وبديت كنقطع فيها، يعني في اخر 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 لحظة البنات ممكن انكم توجدوها حتى ليلة العيد عاد ممكن توجدوها، ماشي مشكل، يعني راها سهلة وبسيطة، مقادر يعني متوفرين. هنا بديت كنضيف الطحين، وضفت داك نص كاس ديال المايزينا، ممكن تضوبلو المقادير البنات لان هاد الكميه هادي كتخرج لكم غير ربعة الحراب هكايا على شكل فقاس، تقريبا واحد كيلو ديال الحلوه كتخرج لكم، ممكن تضاعفوا الكميه الا بغيتوا. هنا غادي ندير دوك جوج خمارات، ضروري البنات دائما الخماره كدار فوق الدقيق، فوق الطحين ديالكم، لان الا درتوها في داك الخليط السائل الخماره كطفى ما كتبقاش تعطينا داك المفعول ديالها. وغادي نحرك بهذه الطريقه يعني، وغنبقى نضيف الطحين شويه بشويه حتى نشكل العجين القوام، يعني نحصل على القوام اللي انا بغيت، كيكون شويه يعني مرخوف شويه. هذا هو القوام البنات ديال العجين ديالنا. غادي نقسم العجين على جوج، كما كتشوفوا راه العجين ما كيعطينيش واحد الكميه كثيره، غنقسمو على جوج، وغادي نبدا نضيف ليه في دوك النكهات. يعني العجين الاول غادي نضيف ليه قشور ديال الحامض، او كما سبق ليا وقلت لكم ممكن ديروا قشور ديال البرتقال. وغادي نبقاو نمعكو بهذه الطريقه هادي حتى يتداخل لينا دوك القشور ديال الحامض مع العجين. اما بالنسبه للعجين الثاني البنات غادي نضيف ليه دوك جوج معالق ديال الكاكاو، ولا توفرتو على دوك الساشيات كان احسن، والنكهه ديال القهوه، وغادي نبقى نمعك فيهم حتى يولي لي اللون ديالو اسود داك العجين،
ونتلاقى معكم إن شاء الله. هنا البنات كما كتشوفوا معايا راه درت داك العجين الابيض لتحت ووسطو داك العجين الاسود وروليتهم. غادي ندخلهم للفرن يطيبوا ونتلاقى معكم ان شاء الله. يعني راه الطريقه سهله، ما عرفتش كيفاش وقعوا تم، يعني التليفون ما كانش كيصور، انا كيحسب لي راه كيصور، في الاخر لقيت راسي راه ما صور ليا والو، يعني التليفون عمر غير كتلقوهم يعني ما بين جوج بلاستيكات، والطريقه راه عاديه. هنا من بعد ما طابوا غنخليهم حتى يبردوا. هنا ذوبت شويه ديال الشكلاط الاسود في حمام مريم، وغادي ندهن الوجه ديالهم بالشكلاط بهذه الطريقه كما موضح لكم في الفيديو. ممكن ندهنوهم بالكونفيتير وتزينوهم بالكوك، ممكن الشكلاط الابيض حسب متوفر. هنا انا زينت جوج برقائق اللوز وجوج بهذا بالفيرميسي الالوان، وغادي نخليهم حتى يبرد فوقهم داك الشكلاط مزيان ويشد راسو. عاد من بعد غادي نقطعهم. يعني البنات بالنسبه للمقطع اللي ما صورتوش راه ساهل، ما بين جوج بلاستيكات كتلقوا العجين الابيض وبلاستيكه واحده اخرى تلقوا العجين الاسود، وكتحطوا واحد فوق واحد وكتروليهم على شكل حلزوني. هنا كما كتشوفوا راه بديت كنقطع في داك الفقاس ديالي، صراحه راه كيجي زوين بزاف رائع وما كيتهرس ما حتى شي حاجه. غادي نقطع بهذه الطريقه كما كتشوفوا، راه الديكور ديالو كيجي غزال. غير جربوها البنات، وانا متاكده ان غادي ترجعوا يولي معتمد عندكم وترجعوا تعاودوه وتعاودوه، لانه ساهل ويعني كيوجد تقريبا واحد ساعه كتكون الحلوه ديالكم موجوده. وشكرا لكم دائما على التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم، وهذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا. الصراحه راه تيجي رائع شكلا ومذاقا، كونوا متاكدين البنات انه غادي يعجبكم. وما تنسونيش دائما من لي لايك ومن التعاليق ديالكم الزوينين والبارطاج البنات، الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه ليا مع الاهل والاحباب. وشكرا لكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.